بعد تقدم مواطن إلى مقال الأمن الحضري الخامس بأمر المقاطعة الإدارية حسين داي قصد ترسيم شكوى بخصوص عرضه لسرقة مبلغ مالي من قبل المنظفة. بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت ذات المصالح التحريات في القضية التي أفضت إلى وجود شخص آخر متورط في القضية، حيث وبعد تنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيها تم ضبط وحجز مبلغ مالي بقدر ب 15,560 أورو من العملة الأجنبية وما يفوق 36 مليون سنتيم جزائري من المبلغ المسروق،